في مقطع كده في اطفال بقى كتيره بيقعدوا يغنوا اغانيكي. في مقطع ممكن نشوفه على صفحه سميره. مش كتاب تقرا وترجع تحبسه جوه الدولاب، مش رسمه على الحيطه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه صورت وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش على اللي يقول لي كلمه كانت بسيطه. دي واحدة من بجد حاجة جميلة جدا، شوفي أطفال كده بيغنوا الأغاني دي، مع إنها مش أغاني مش بسنهم، بس هو أهاليهم تلاقيهم معجبين جدا بالألبوم ومشغلين الأغاني ليل ونهار، بس ممكن ما يغنوهاش، ممكن يعجبوا بيهم ما يوصلوش، يعني الأطفال نفسها ما تتجاوبش، يعني الطفل ده مزاجه يعني. صح، بس ان هم بشوف اطفال كتيره جدا بنبسط قوي يعني بجد حاجه. اللي بتغني دي بنت يعني من بورسعيد اسمها ليلي. انا مش عارفه ليلي موجوده ولا نامت، مش عارفه ليلي هنا. ليلي الله، بصوا يا جماعه ليلي عايشه الصدمه يعني. الله، ممكن انا كمان اسلم عليك يا ليلي؟ انت حلوه. انت نمتي ولا لسه؟ لا. طب فين التوكه الحلوه اللي كانت موجوده؟ ماما لا، روحي هاتي التوكه وتعالي، كانت اموره، روحي هاتي التوكه وتعالي. الله، امال دي سانتوته خالص. انت قمر كده، انا كنت شكلي كده. يلا هنسقف من اول وجديد لليلي كانها عادي داخله بالتوكه من اول مره. الله. انت عارفه انه اولا انت عندك كام سنه؟ فور. طيب وانت الاغنيه اللي كنت بتغنيها في العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك انت. عظيم. بتاعتك انت، ومفيش واحده تانية بتغنيها؟ مين المغنيه اللي بتغنيها، اسمها ايه؟ سميره سعيد. الله. طب قولي لي انت مسميه، انت في البيت بتقولي على سميره سعيد ايه؟ بتسميها ايه؟ طنط ايه؟ طنط مازال. طنط مازال. انا سالت باباها وهي تعرف مازال كان عندها سنتين ونص ساعه ما مازال كانت موجوده. طيب ما تسلمي عليها كده عادي، انت فنانه زيها، تعرفي تغني معاها ولا هتتكسفي؟ لا مش هتكسف. هتغني معايا ايه؟ هي مش مصدقه ان انت اللي في الفيديو يا يا ليلي. انا اللي كنت بغني كده. طب هي مش، طب احلفي والله. طيب